Survive the countdown to secure your redeployment. Earning points speeds up the countdown. Primary objective is to eliminate all enemies. Attack! Hostile dropping into the... Here we go again. Oh, no, 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 احنا هنموت كده كده بسرعة. انا عايزك بقى تبقى ذكر وتظهرني ده ذكر. احنا هنموت. انا هموت كده كده. نو جرينش قتلني. جرينش سحقني مش قتلني. بس قتلت راؤول يعني كان بيجري ورايا وكأني كنت سامح منه فلوس مش راضي ارجعها له. في ضحك. انا فكرت بس اروح اقول السلام عليكم. شوف بقى الجليتش بقى يا جماعه اللعبه دي الجليتش بتاعها بتعجبني. خدي في وشك. انزل اخويا. هو ده الكائن. استرها يا رب. نط بقى ما تبقاش باري. ايه ده؟ يا ابني السلام عليكم. Enemy UAV active. ادخل بقى البيت من الامور كده عشان هتنط وتهزق. اي على كده يا عم ما تضربنيش بالشكل ده. المشكلة بقى ان البيت ده له شبابيك كتيرة من كل اتجاهات العالم. شكرا. انت بقى كنت تضربني يعني ولا ايه؟ اهو بصمة تريك. شكرا. يلا انمي يو اي بي اكتف. جاس از ان باوند ماركينج نيو سيف زون. انمي يو اي بي اكتف. فاير سيل از اكتف. فاير ستيشن كوستس ار ادجستد. ده بتتعرق من الخوف. اشرب بس عشان ايه؟ اوف UAV beginning flyover. Target marked. Enemy precision air strikes. This is Phoenix 3. Strike inbound. Enemy UAV active. عشان زي تتعرق وضعي.
back to normal. What is that? Movement! Requesting recon! UAV getting flyover. That's me. UAV, beginning flyover. Man, I'm sorry. This is the end game. Resurgence has been turned off. You got gas inbound. Safe zone relocated. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Ale čo je to na suchej? يا خسارة. بصوا بقى يا جماعة، السلاح اللي هو الفول اللي انا بلعب بيه قدامكم دلوقتي، هو يا جماعة هو ده السلاح الفول بتاعي. بصوا انا عامل بارل دوت اكس ار كي ماكسمان، هو اصلا لازم اجيبه عشان مش بلف الاخير، وحاطط السوبريسور اللي هو مونوليثيك، طبعا السوبريسور ده بيقوي السلاح طبعا، وشايل الستوك خالص، وحاطط تاك ليزر عشان يسهل في الايم، يبقى سريع يعني في الايم، وحاطط 30 راوند ماكس وبس، ومع سنايبر ده اللي هو ال دبليو 3، طبعا مش بلفله قوي يعني، بس انا حاطط ساوند مودريتور عشان لازم سوبريسور في الحوار، و 29 وان كومبات تريكون، وليزر امبر سايتنج بوينت، وده عشان يريلود بسرعه، وديت عشان يتسرع في الايم، وشال السكوب عشان السكوب بتاعه حلو. بس هو ده يا جماعه.